مستمرين معاك يا محمد، ومعايا في هذه اللحظات طبعا دكتور وليد الفير، احد اعضاء البارزين في النادي الاهلي. دكتور وليد برحب بيك. اهلا بيك يا امير، ازيك؟ الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. يوم جميل النهارده ويوم مهم، وتواجد الجمهور شيء اهم النهارده قبل مباراه زي مباراه الترجي التونسي في دور الثمانيه ان شاء الله. جدا جدا، يوم اكتر من رائع. جمهور الاهلي اثبت ان هو الرقم الصعب، اثبت ان هو كلمه السر وراء اي انتصار النادي الاهلي. قد ايه الجمهور كان جميل، قد ايه النهارده جاي هو بيشجع فرقته. ما نجحش مخطط ان هو يتحول الى اهداف صراع انتخابي، لم يهتف لاشخاص، هتافه كله للنادي الاهلي. عجبني جدا الجمهور، قد ايه استقباله لشريف اكرامي، قد ايه المسانده والدعم اللي اداها للعيبه وللكابتن حسام البدري. يفضل جمهور الاهلي دايما السر وراء اي انتصار. الاهم من ده اللي عايز اقوله ان النهارده اثبتنا حاجه مهمه جدا، هذا الجمهور قد ايه على قدر عالي من الوعي، قد ايه ناضج. لم تفلح المحاولات اللي حصلت امبارح، كان امبارح صفحات كتيره جدا بتدعو الجمهور ما تروحش وده في كمين وناس هتمسكك رجاله النادي الاهلي النهارده. انا من اول اللواء شيرين شمس واللواء والاستاذ هاني عبد المنعم واللواء سيد السباعي والاستاذ اشرف طه واستاذ ياسر رزاز، كل الناس النهارده، كل الناس كانت واقفه على الجمهور، على راحته، على تامينه. الناس دخلت وخرجت بمنتهى اليسر، لم يحدث اي نوع من الاحتكاك او المشاكل. عايز اقول لك النادي الاهلي نفسها انا شفتها واقفه في وسط جمهور بره بتصور، انا شفت جمهور النادي الاهلي النهارده ولاول مره، ودي خطوه جميله جدا في تحسين العلاقه مع وزاره الداخليه. النهارده جمهور بيشكر في وزاره الداخليه، بيشكر مجلس الاداره اللي فعلا خد على مسؤوليته النهارده، وناس كتير خوفوا المهندس محمود طاهر وخوفوا مجلس الاداره من دخول الجمهور، انما الجمهور اثبت ان هو على درجه من الوعي ودرجه من النضج وقادر فعلا على الحفاظ على اسم النادي الاهلي. حقيقي النهارده انا مبسوط، ان شاء الله ان شاء الله متفائل، ان شاء الله انا متفائل. اولا عندي يقين في ربنا سبحانه وتعالى ان هو مش هيضيع تعب الناس اللي تعبت دي كلها، عندي ايمان شديد جدا بروح الفانيله الحمراء القادره على صنع المستحيل. ان شاء الله هنرجع من تونس كسبانين ان شاء الله. شكرا يا دكتور. شكرا امير، ربنا يخليك. لسه متواصلين معاك يا محمد، معايا احد النقاد.